بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 107. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب السبق. السبق بالفتح كما تقدم هو العوض أو المال الذي يؤخذ بالمسابقة، وأما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا، وهو المسابقة نفسها أو المجاراة بين حيوان وغيره. والمسابقة كثرت في العصر الأخير الآن، كثر ما يسمونه بالمسابقات الرياضية والمسابقات التي في أمور الجهاد وأدوات الجهاد، والمسابقات التي هي من نوع القمار، وهي المسابقات في التي يجريها أصحاب الشركات وأصحاب البضائع وأصحاب الصحف من أجل ترويج بضائعهم وجرائدهم وسلعهم، فيحملون الناس على الإقبال عليها وشرائها، ولو لم يكن بالناس حاجة إلى تلك الأشياء، وإنما يشترونها ويضيعون فيها أموالهم طمعا في حصول الجوائز. وهذا إضرار وأكل إضرار بالناس وأكل للمال بالباطل، لا يجوز عمله، وهو من الميسر، هو من القمار، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. وأما المسابقة المشروعة فهي ما يعين على الجهاد في سبيل الله ويدرب على الجهاد في سبيل الله، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل كما سبق هو تعلم الرماية والمغالبة فيها، والخف المراد به ركوب الإبل والمسابقة على الإبل لأنها من أدوات الجهاد، كذلك الحافر وهو ركوب الخيل لأنها من أدوات الجهاد. فالمسابقة والمغالبة في هذه الأشياء الثلاثة أو ما في حكمها هو مما يعين على الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ السبق أي العوض عليه، لأنه وسيلة إلى إحياء هذه المغالبات المفيدة وتذكير بالجهاد في سبيل الله، وهو من إعداد القوة التي قال الله جل وعلا فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالسباق الذي يدرب على الجهاد في سبيل الله كله من هذا النوع، سواء كان بالآليات أو كان بالمراكب التي تركب من وسائل الجهاد كالمدرعات والدبابات وغير ذلك، فإنها من مراكب القتال والجهاد في سبيل الله.
ولهذا قال يصح أن يباح السباق على الأقدام، لأن هذا رياضة تقوي البدن، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها. والسباق على سائر الحيوانات التي يقصد معرفة السابق منها، يجوز على سائر الحيوانات من الإبل والخيل والبغال والحمير، لكن لا يجوز أخذ العوض منها إلا على الإبل وعلى الخيل. وأما بقية الحيوانات فلا يجوز أخذ العوض على المسابقة عليها، لأنها ليست من وسائل الجهاد. وكذلك السفن الحربية التي تستعمل للجهاد يجوز المسابقة عليها والمغالبة عليها وأخذ العوض على ذلك تشجيعا للتدرب على أدوات الجهاد. ومثلها كما ذكرنا المركوبات الآلية كالمدرعات والطائرات وسيارات التي تستعمل للقتال، كلها تدخل في أدوات الجهاد، يجوز المسابقة عليها وأخذ العوض للغالب والسابق. والمزاريق وهي الرماح، جمع مزراق وهو الرمح القصير، لأن الرمح استعمال الرمح من وسائل الجهاد، فيجوز المسابقة بالرماح والكر والفر والطعن فيها، تدرب على الطعان فيها والمداورة، كذلك المسابقة بالمداورة بالسيوف وغيرها من أدوات الجهاد، لأن هذا من التدرب الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم، هذا هو السبق الجائز، يعني العوض الجائز على المغالبات، وهو ما كان مسابقة على الإبل أو مسابقة على الخيل أو مسابقة بالسهامي الرماية، لورود هذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فحصر جواز أخذ العوض على المغالبات على هذه الثلاثة، لأنها من وسائل الجهاد والتدريب على الجهاد وإرهاب العدو، فيجوز أخذ العوض عليها لأجل التشجيع على هذا ولأجل استمرار هذه المسابقة واستمرار التدريب على الجهاد في سبيل الله، ومن أجل التشجيع على ذلك قوله تعالى، وهو داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. قال: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماه والمسافة بقدر معتاد. نعم، يشترط في المسابقة المشروعة التي يجوز أخذ العوض عليها، وهي المسابقة على هذه الثلاثة المذكورة، اشترط لصحة ذلك شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين، لأن يعين الفرسين اللتين يراد إجراء السباق بينهما، أو البعيرين اللذين يراد السباق عليهما، فإن كان المسابق عليه غير معين فإنه لا يصح، لا تصح المسابقة للجهالة. ولا بد من اتحادهما جنسا، فلا تجوز المسابقة على إذا اختلف النوع، لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة، فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين، وهو الفرس غير العربي. الفرس غير العربي يسمى هجينا، والفرس العربي يسمى أصيلا وعريبا،
إذا اختلف نوع المتسابق عليهما من الخيل فإنه لا تصح المسابقة للجهالة. وكذلك بين الإبل، الإبل أيضا أنواع، فلا بد أن يتحد النوع، نوع البعيرين المتسابق عليهما، فإن كان أحدهما من نوع والآخر من نوع آخر لم تصح المسابقة عليهما لأنهما لم يتحدا في النوع. نعم. قال والرماة والمسافة بقدر تحديد تعيين الرماة أيضا، لأن الناس يتفاوتون في المهارة وعدم المهارة، فلا بد من تعيين الرماة حتى يعرف مدى مقدرتهم على الرماية، لأن القصد معرفة حذقهم. نعم. والمسافة، والمسافة للرماية أو المسافة لسباق الخيل أو الإبل، لا بد أن تحدد المسافة بأن يقال من محل كذا إلى محل كذا، ولا تكون المسافة مجهولة لأن هذا فيه غرر وجهالة، ويكون تحديد المسافة بقدر ما جرت به العادة. نعم. قال وهي جعالة لكل واحد فسخها. عقد المسابقة جعالة، والجعالة عقد جائز. الجعالة معناها أن يقول من فعل كذا فله كذا، من سبق في هذا المضمار فله كذا وكذا. والجعالة لا يشترط فيها معرفة الذي يقوم بالعمل، هذه الجعالة. المسابقة سبق لنا أنه لا بد لها من شروط، لكنها مثل الجعالة في هذه الناحية، في هذه الناحية فقط، وهي أنه يجوز فسخها، لأن الجعالة يجوز فسخها قبل الشروع في العمل. أما إذا انتهى العمل وانتهت المسابقة فلا يجوز فسخها إلا لمن استحقها، أما من استحقت عليه فلا يجوز له فسخها لأنها لزمت، لكن المستحق للجائزة يجوز له أن يفسخها وأن يتنازل عن الجائزة وعن المسابقة لأن الحق له. نعم. أحسن الله إليكم. قال وتصح المناضلة، قوله لكل منه واحد منهما فسخها، هذا كما ذكرنا إذا كان قبل الشروع في المسابقة، أما بعد نهاية المسابقة وظهور الفائز فإنه لا يجوز للمغلوب الفسخ، وإنما يجوز للغالب فقط. قال وتصح المناضلة على معينين، على معينين يحسنون الرمي. المناضلة معناها الرمي، الرمي بالنضال، ومثله سائر الأسلحة، لكن يشترط معرفة الراميين، تعيين الراميين، لأن الناس يتفاوتون في الحذق وعدم الحذق، ولا بد أن يكون الراميان يحسنان الرمي، فإن كان لا يحسنان الرمي لم تصح المسابقة، لأن وجود هذا الشخص الذي لا يحسن الرمي كعدمه، فلا فائدة من المسابقة حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية. باب العارية بالتخفيف. العارية كما عرفها المؤلف هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. العارية هي إباحة نفع عين مجانا بدون عوض تبقى بعد استيفاء المنفعة. أما إن كانت العين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة إن هذا لا يسمى عارية، وإنما يكون هبة، كما لو أعاره طعاما أو شرابا فإن هذا لا يسمى عارية، لأنه يستهلك بالأكل أو الشرب ولا يبقى شيء يرد، فهذه تسمى هبة أو إباحة. أما العين التي ينتفع بها ثم ترد ولا تفنى هذه هي العارية بالتخفيف، عارية من العري
لأنها عارية عن العوض، يعني العارية بالتخفيف مأخوذة من العري وهو الخلو عن العوض، فهي عارية عن العوض. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. إباحة نفع عين يعني يحل الانتفاع بهذا العين، يشترط أن تكون هذا العين مما يحل الانتفاع بها بغير عوض من المستعير، لأنها إن كانت الإباحة في مقابل عوض إنها لا تكون عارية، وإنما تكون إجارة كما سبق. نعم. قال: وتباح تبقى بعد استيفائه. نعم. أي تبقى العين بعد استيفاء النفع ليمكن ردها على صاحبها. والعارية مستحبة عند الجمهور لما فيها من نفع الناس. نعم. والتعاون على البر والتقوى، ولأنه لا ضرر على المعير لأنها سترد عليه، ففيها نفع للمستعير وفيها نفع للمعير بالأجر والثواب، والله جل وعلا ذم الذين يمنعون العارية، قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، هذا محل الشاهد، والمراد بالماعون العارية. ويشمل هذا القدر والصحن وغير ذلك من أدوات الأكل والشرب والطبخ، ويشمل الفاس والفاروع والآليات، كلها تسمى بالماعون أو تدخل في لفظ الماعون. فالمراد بالماعون هنا إعارة الأشياء التي ينتفع بها وتبقى بعد الاستعمال وترد على صاحبها. ومن العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية من يرى وجوب الإعارة للمحتاجين، لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، هذا في سياق الوعيد، فويل للمصلين، يعني أن الذين يمنعون الماعون لهم ويل، أي شدة عذاب، وهذا لا يكون إلا على منع شيء واجب، فدل على وجوب العارية للمحتاج. إذا احتاج إنسان إلى استعارة ثوب أو استعارة قدر أو دلو أو حبل أو غير ذلك، فإنه يجب على القادر أن يعيره ما ينتفع به ثم يرده عليه. وكذلك ننبه إلى أن المستعير يجب عليه الحفاظ على العارية، وأن لا يتساهل في حفظها أو يهملها لأنها ليست له وإنما هي لغيره، لأنه مستأمن عليها. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن إليك المعير فأحسن عليه بمراعاة حقه وحفظ ماله، ولا تتساهل في حفظه أو تسرف في استعماله مما يؤثر عليه. وكذلك من باب أولى أن تسرع برد العارية، لأن بعض الناس يستعير الشيء ويقضي به حاجته ثم لا يرده، أو يتساهل في رده أو يماطل في رده، وهذا لا يجوز، لأنه تعد على الناس، ولأنه يفضي إلى أن يمتنع الناس من العارية إذا علموا أن المستعير يستهين بأموالهم أو لا يردها إليهم أو يتساهل في ردها أو يتباطأ في ردها، فإنهم يمتنعون من العارية ثم ينسد هذا الباب الذي هو باب الإحسان. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. تباح إعارة كل ما فيه نفع، أما الشيء الذي ليس فيه نفع فلا تباح إعارته لعدم الفائدة، ويشترط أن يكون النفع مباحا كالدار والعبد والدابة والثوب والدلو والقدر ونحو ذلك.
أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز إعارتها، لا تجوز إعارة أدوات اللهو أو الأشياء التي تستعمل في المحرم، هذه لا تجوز إعارتها لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، فلا تجوز إعارة أدوات اللهو، ولا تجوز إعارة الأشياء لمن يستعملها في المحرم، كمن يطبخ بها الخمر والخنزير، يشرب بها الخمر أو يطبخ بها الخنزير أو يستعملها في الحرام، لأن هذا من الإعانة على الباطل، أو إعارة السلاح لمن يقتل به ظلما وعدوانا، فإن هذا من الإعانة على الباطل. نعم. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع. إلا البضع والفرج. وعبد الفرج نفعه مباح لكن لا يباح إلا بالعقد، بعقد النكاح، فلا يباح بالإعارة، لأن الإعارة ليست لا تقوم مقام عقد النكاح، والله جل وعلا حرم الفروج إلا بأحد أمرين، إما بالعقد عقد النكاح أو بملك اليمين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يعار الفرج للاستمتاع به لأنه لا يستباح بالبذل، وإنما يباح بعقد النكاح أو ملك اليمين. نعم. قال: وعبدا مسلما لكافر. كذلك لا يجوز إذا ترتب على العارية فعلا محرما كإعارة عبد مسلم لكافر ليخدمه، لأن هذا فيه ذلة للمسلم، فلا يجوز إعارة العبد المسلم للكافر، لأن الكافر يستخدمه ويستذله، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما إعارة العبد المسلم لمسلم فهذا من المباح، من الأمور المباحة، كذلك إعارة الدابة لمن يركبها أو يحمل عليها، أو السيارة لمن يركبها أو يحمل عليها، كل هذا من الأمور المباح. كل عين لها نفع مباح فإنه يباح، فإنه يشرع إعارتها للمحتاجين. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم. كذلك من العارية المحرمة إعارة الصيد ونحو الصيد لمحرم، لأن الله جل وعلا حرم على المحرم الصيد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيحرم على المحرم الصيد، ويحرم عليه أكل ما صيد من أجله. وكذلك لا يعيره السلاح، لا يعير المحرم، لا يعير السلاح لمن يريد الصيد، لأنه إذا أعان الصيد فكأنما صاد هو. وكذلك لا يشير إلى الصيد ويد الصائد عليه، كل هذا محرم، لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد ولا أن يعين على قتله، ولا أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه الصيد وهو محرم رد الهدية، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن لما أهدي له لحم الصيد وهو محرم رده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصيد المحرم أو إعانته على الصيد من الإثم والعدوان، فلا يعطي الصائد سلاحا، ولا يدله على مكان الصيد، ولا يشير إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. ولا يجوز إعارة امرأة، لا يجوز إعارة أمة يعني مملوكة، لا يجوز إعارة الأمة يعني المملوكة إذا كانت شابة، لأنها محل فتنة،
إلا إذا أعيرت لامرأة لتخدمها أو لتعمل عندها، لأنه لا فتنة من المرأة مع المرأة، أو أعيرت الأمة الشابة لمحرم من محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأن لفوات أو لأمن الفتنة في هذا، لأنه يؤمن عليها. نعم. قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. إذا أعار حائطا لجاره، إذا أعار حائطا لجاره ليضع عليه خشبه، فإنه لا أجرة له في مقابل ذلك، لأنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على جداره مجانا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. نعم. حتى يسقط، فيبقى الخشب على الجدار حتى يسقط الجدار. نعم. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. إذا سقط الجدار الذي عليه وضع الذي عليه الخشب، فإن المعار صاحب الخشب لا يبني الجدار إلا بإذن المالك، ولا يقول: أنا معار هذا الجدار وأريد أن أبنيه لأضع عليه الخشب، لأن الجدار الذي أعير قد سقط وانتهت الإعارة، فلا يعيد بناءه ليضع عليه خشبه إلا بإذن صاحبه. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. العلماء اختلفوا في العارية، هل هي مضمونة مطلقة على المستعير أو هي غير مضمونة مطلقة، أو هي مضمونة إذا شرط ضمانها. ثلاثة أقوال. والذي مشى عليه هنا هو القول الأول، أن العارية تضمن مطلقة، ويكون ضمانها بقيمتها يوم التلف لا يوم الأخذ، وإنما يضمنها المستعير إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لأنه حينئذ يكون مفرطا. أما إذا تلفت في غير ما استعيرت له فإنها لا تضمن، لأن هذا مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو مأذون. إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، أي بالاستعمال الذي استعيرت من أجله، فإنها لا تضمن، لأن الاستعمال هذا مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.